اهلا بيكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم هاندبول نيوز. وقبل ما نبدا حلقتنا طبعا حابه ابارك لكل المصريين على الاداء المشرف اللي منتخبنا قدام امبارح، حاجه كانت فوق الروعه. وطبعا ببارك لهم على التاهل للدور الرئيسي رسميا. دايما مشوار الالف ميل بالتاكيد بيبدا بخطوه، لكن ولادنا يعني طمنونا بشكل كبير قوي امبارح، ومباراة كمان تشيلي في الافتتاح، ولكن مباراة امبارح كان ليها حالة خاصة، حالة مختلفة لما تكسب بفارق الأهداف ده، لما كل اللعيبة اللي في القائمة 16 لاعب تقريبا كلهم أحرزوا أهداف. ده يطمنك بشكل كبير جدا ويطمن صدارة المجموعة، ده هيسهل علينا المهمة بشكل كبير جدا جدا في الدور الرئيسي. عايزة كمان أطمن كل مشاهدينا ان حقيقي المنتخب بيعيش حالة كبيرة جدا جدا من التفاؤل. كل لاعبي المنتخب متفائلين جدا، كل لاعبي المنتخب مبسوطين جدا بالأداء. الأهم من ده ان اللعيبة عندها ثقة غير طبيعية في جهازها الفني بقيادة غارسيا، لانه هم حاسين انه مدرب كويس، كوتش كويس، بيقدر يدخلهم في المباراة بشكل كويس قوي، بيعرف يخليهم يعرفوا نقاط الضعف والقوة في كل فريق، فده شيء مهم جدا. وكل ما المدرب أراءه بتطلع صح، كل ما بيخلي اللعيبة يكون عندها ثقة كبيرة جدا فيه. دي أهم حاجة غارسيا عاملها مع اللعيبة، هو مدرب فني أو مدير فني على أعلى مستوى. اللعيبة كمان عندها تفاؤل وحماس غير طبيعي، يا رب يكملها لهم بكرة على خير إن شاء الله، ويفوزوا على منتخب السويد ويتأهلوا للدور الرئيسي وهم في صدارة المجموعة. كل تمنياتنا بالتوفيق ليهم طبعا في مباراة بكرة. معانا خبر عاجل، وهو انه الاتحاد الدولي لكرة اليد ألغى مباراة منتخب ألمانيا وكاب فيردي اللي كان مقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء اليوم، ودي طبعا ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة النهاردة. الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر بيانا رسميا أكد فيه إن موقف طبعا إصابات لاعبي منتخب كاب فيردي بفيروس كورونا قررت على أساسها إدارة المنافسة إلغاء المباراة، علشان اللوائح بتنص إنه في حالة إنه وجود 10 لاعبين بحارس المرمى، يعني 9 لعيبة وحارس مرمى، ده ممكن يخليهم يلعبوا المباراة، ولكن للأسف كاب فيردي ما كملوش حتى 10. البيان أوضح إن منتخب فيردي زي ما بقول لحضراتكم ما عندوش غير 9 لاعبين هيدخل بيهم المباراة، بناء عليه طبعا هيتم اعتبار المنتخب الألماني فائز بالمباراة بنتيجة 10-0 وحصوله طبعا على النقطتين. كمان أشار بيان الاتحاد الدولي إن مباراة أوروغواي وكاب فيردي لسه في ميعادها زي ما هي، لو استطاعت 2021 سريعا كده مع حضراتكم، والبداية كانت مع بيلا روسيا وكوريا الجنوبية اللي انتهت بنتيجة 32-24 لبيلا روسيا. أما عن النمسا وفرنسا فالمباراة انتهت بنتيجة 35-28. مصر ومقدونيا، وهي المفاجأة، مش هقول مفاجأة بقى، بس هو الحدث الأبرز بالنسبة لنا اللي طمنا على منتخبنا الوطني بشكل كبير جدا امبارح، والمباراة اللي انتهت بنتيجة 38-19 وكانت في الجولة الثانية طبعا. المغرب للأسف تلقى هزيمة من البرتغال بنتيجة 33-20. خلينا نقول يا جماعة ان البرتغال احد المرشحين للوصول للمربع الذهبي، ف طبعا المغرب يعني اكيد موقفه بقى اصعب، ولكن المباراه ما كانتش سهله ابدا. اكبر مفاجاه كانت في الجوله الثانيه امبارح لحد دلوقتي بالنسبه لي هي روسيا وسلوفينيا. كلنا توقعنا ان سلوفينيا هتكون على قمه المجموعه الثامنه، ولكن المفاجاه الحقيقيه امبارح في الجوله الثانيه هي ان سلوفينيا تلقت هزيمه من روسيا بنتيجه 31-25، يعني مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، فرق 6 لسلوفينيا. سلوفينيا من التصنيف الاول بالمناسبة، وكل الناس كانت متوقعة انها هتتصدر المجموعة. المجموعة دي بقى فيها شوية صعوبات كده، ما بقيناش عارفين مين اللي هيتصدر المجموعة الثامنة، بيلاروسيا ولا روسيا ولا سلوفينيا. الموضوع بقى صعب شوية، ودي المجموعة اللي مصر هتروح لها في الدور الرئيسي.
طيب خلينا نروح لسويسرا والنرويج، برضو نتيجة متوقعة. النرويج فازت بنتيجة 31-25، أما الجزائر وأيسلندا فللأسف منتخبنا الشقيق الجزائري تلقى هزيمة من أيسلندا بنتيجة 39-24. نتيجة متوقعة يعني للأسف، لأن أيسلندا من المنتخبات الثقيلة جدا، من المنتخبات الصعبة جدا، اللي زي ما قلت قبل كده على الدنمارك كمان زيها زي أيسلندا، مع الفارق طبعا الدنمارك أكيد أقوى، ولكن من المنتخبات اللي نادرا أما يحصل مفاجآت في جولتها. أما عن تشيلي والسويد اللي هم الطرفين الآخرين اللي مع مصر في المجموعة بالإضافة طبعا لمقدونيا، فالسويد قدرت أنها تفوز على تشيلي بنتيجة 41-26. دي يمكن أبرز المواجهات امبارح. خلينا نروح مع حضراتكم لاستعراض بقى مباريات استكمال الجولة الثانية النهاردة 17 يناير 2021. يمكن النهاردة المواعيد اللي معانا قطر واليابان الساعة 4:30، وبالمناسبة هيكون في استوديو تحليلي مع زميلتي المتألقة مرهان عمر للمباراة دي. المباراة هتكون على صالة برج العرب. تونس والبرازيل الساعة 7 هيكون برضو في استوديو تحليلي مع زميلي كابتن جوهر نبيل. المباراة هتكون الساعة 7 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة. أنجولا وكرواتيا في نفس الميعاد الساعة 7، الأرجنتين والبحرين في نفس الميعاد الساعة 7، الراس الأخضر وألمانيا، دي المباراة اللي قلت لحضراتكم عليها إنها خلاص يعني ألمانيا يعتبر خدتها، فازت بالمباراة طبعا بعد انسحاب الراس الأخضر لعدم اكتمال صفوف فريقه حسب ما اللوائح بتقول. طيب المجر وأوروغواي الساعة 9:30، بولندا وأسبانيا الساعة 9:30، الكونغو الديمقراطية والدنمارك الساعة 9:30. أنا شايفة أن أصعب ماتشات النهاردة تونس والبرازيل، لأن تونس يعني محتاج يكسب النهاردة بعد تلقي أول هزيمة في الجولة الأولى من البرازيل. عنده مهمة صعبة جدا من بولندا، بعتذر، عنده مهمة صعبة جدا منتخبنا الشقيق التونسي، لازم يفوز النهاردة على البرازيل علشان يضمن تأهله للدور الرئيسي. كل تمنياتنا لتونس بالتوفيق بالتأكيد. والمباراة الثانية الأصعب بولندا وإسبانيا. بولندا وإسبانيا مباراة بجد غير متوقعة، انت مش عارف مين فيهم اللي هيكسب. إسبانيا اتعادلت مع البرازيل في الجولة الأولى وهي اللي اتعادلت مع البرازيل. بولندا كسبت تونس بعد ما كانت تونس متفوقة في الشوط الأول بنتيجة محترمة وبأداء محترم جدا، ولكن بولندا قدرت انها تفوز بالمباراة في النهاية. بولندا وإسبانيا هما على الورق يعني المفروض الفرق الأقوى في المجموعة دي، وانا بشوف ان المجموعة دي من اصعب المجموعات على الاطلاق، اللي بتضم طبعا بولندا واسبانيا وتونس والبرازيل. مجموعة صعبة جدا، المجموعة كمان اللي فيها جدل كتير جدا. يمكن كنا واحنا داخلين متخيلين انه خلاص سلوفينيا هتاخد المجموعة دي او هتكون على رأس المجموعة دي، ولكن فيها شوية قلق، وهي المجموعة طبعا التامنة اللي اتكلمنا عنها في البداية اللي بتضم طبعا روسيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا. يمكن دي أبرز المواجهات النهاردة في الجولة الثانية. خلينا نروح بقى لجولة سريعة مع زملائنا أيمن مصطفى المتألق دائما وأبدا من مقر إقامة المنتخب الوطني لكرة اليد، وأيضا الدينامو خالد رزق من مقر إقامة منتخبات العاصمة الإدارية. سعيدة جدا بوجودكم معايا النهاردة، وعايزة أشيد بدوركم المحترم جدا، حقيقي أنتوا عاملين مجهود جبار جبار، وده كالعادة متعودين منكم عليه. نبدأ بمين يا شباب؟ نبدأ بأيمن مصطفى. وفين يا أيمن بكل التفاصيل اللي عندك كالعادة. اهلا بيك يا الزميله المتالقه نيره الاحمر، واهلا بكل مشاهدي قناه اون تايم سبورت في كل مكان، من هنا من مقر اقامه منتخبنا الوطني وفرق المجموعه الرابعه والسابعه. يعني بكل تأكيد فوز منتخبنا الوطني على منتخب مقدونيا بالأمس، مقدونيا الشمالية، كان مليء بالإيجابيات. أولا أنت ضمنت التأهل للدور الثاني، مش بس كده ضمنت التأهل ومعاك نقطتين في مجموعة الدور الثاني. ليه بقول كده؟ لأن خلاص واحد من الاثنين، المنتخب المقدوني والتشيلي، أنت كسبت الاثنين. منتخب السويد ضمن هو الآخر الصعود للدور الثاني، وبالتالي واحد من منتخبين مقدونيا وتشيلي هيكون معاك في المرحلة الثانية دور الـ24، وانت بتصعد للدور الثاني بصحبة فرقتين
التاني والتالت او ايا كان ترتيبك، لكن بتسعد بصحبه فرقتين للمجموعه، مجموعه الدور ال 24، وبالتالي منتخبنا الوطني اول الايجابيات هي الحصول على النقطتين في الدور التاني. ومش بس كده، ده اللي هيخلي ان لقاء السويد القادم هو لقاء يعتبر في مباريات الدور التاني. انت خلاص السويد ايضا ضمنت التاهل بعد فوزها على كل من مقدونيا وتشيلي، وبالتالي لقاء السويد ده لقاء في غايه الاهميه. الكل الحقيقه كان سعيد جدا باداء المنتخب امبارح. انت كسبت تشيلي، لكن كان الناس عندها نوع من انواع القلق شويه. المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد ما كانش سعيد قوي باداء اللاعبين في التجربه الاولى، لكن الكل بعد مباراه مقدونيا الحقيقه كل راضي جدا، الكل اطمأن على حاله منتخبنا الوطني. واحنا كنا محظوظين بتدرج صعوبه الماتشات، يعني انت بدات بالحلقه الاضعف في المجموعه منتخب تشيلي، يليها مواجهه المنتخب المقدوني، بعدها مواجهه المنتخب السويدي الاقوى في هذه المجموعه. ده ادى فرصه للاعيبتك للدخول في اجواء البطوله. من ضمن ايجابيات الامس خليني اقول لك بالارقام ان امبارح 16 لاعب في كانوا موجودين في قائمه المباراه، ال 16 بالكامل شاركوا في اللقاء، وده ان دل على شيء يدل على رغبه بروندو جارسيا المدير الفني الاسباني انه يدخل كل اللاعبين في اجواء البطوله، وعارف ان هو هيحتاج الكل، عارف ان الجاب ما بين المباراه والثانيه خاصه الدور الثاني اللي هيكون فيه يعني تزاحم في او ضغط كبير جدا في توقيت المباريات، فانا محتاج كل القائمه بتاعتي. الحاجه الايجابيه الثانيه ان 12 لاعب من 16 لاعب من لاعبي منتخبنا الوطني سجلوا اهداف في مباراه مقدونيا. اثنين فقط، اكرم يسري الجناح الايمن ما كانش عنده توفيق، والمدافع ابراهيم المصري اللي ما بيشاركش في هجمات المنتخب، والاثنين حراس مرمى. اذا يعني مجموعه كبيره جدا شاركت في تسجيل الاهداف من منتخبنا الوطني. الحاجه الايجابيه الثالثه هي تنوع تسجيل الاهداف من كل مراكز الملعب، بتسجل من خارج التسعه، بتسجل من على الدايره، بتسجل من الاجنحه، ايضا التسجيل من الهجمات المرتده الخاطفه، ده شيء ايجابي جدا، كلها امور فنيه تطمنا على حاله منتخبنا الوطني. واعتقد من ابرز الايجابيات حصول حسن وليد قداح افضل باك شمال في بطوله العالم للناشئين وهداف هذه البطوله، دخوله في اجواء البطوله، حصوله على لقب رجل المباراه، دي واحده من اهم الايجابيات. انت محتاج بشكل كبير جدا كل لاعب من لعيبتك، وايضا احمد هشام دودو افضل لاعب في بطوله العالم للناشئين والمحترف في نيم الفرنسي. ننتقل من اخبار منتخبنا ل يعني اخبار الفرق اللي موجودين معانا في المجموعه. الحقيقه احنا محظوظين جدا بوجودنا في المجموعه، يعني الفندق اللي موجود فيه مجموعه منتخب الدنمارك. الكل هنا بيتهافت على مايكل هانسن افضل لاعب في العالم، لندن حارس مرمى نادي كيل بطل الشامبيونز ليج وحارس وافضل حارس مرمى في العالم لكره اليد، الاثنين كل الاعلاميين بيسعوا لاجراء اللقاءات معاهم والتقاط الصور التذكاريه، ايضا جوتييه مفوامبي لاعب منتخب الكونغو اللاعب الضخم بعض الشيء، عامل حاله لطيفه جدا في فندق الاقامه، الكل بيسعى ايضا لالتقاط الصور التذكاريه معاه. الحقيقه شخص في غايه الطيبه والتواضع، وسعيد جدا هو بحاله الاهتمام الاعلامي وحاله الاهتمام من كل العاملين وكل ايضا المتطوعين لالتقاط الصور التذكاريه معاه. الزميله العزيزه نيره الاحمر، دي كانت اهم الاخبار والكواليس من هنا من مقر اقامه منتخبنا الوطني، واكيد العوده ليكي مره ثانيه. تفضلي يا فندم. انا بشكرك، وانا مصره انك لعبت هاندبول قبل كده، كميه التفاصيل اللي بتوفيها لنا مختلفه تماما. بشكرك يا ايمن على رسالتك الوفيه والكافيه كالعاده دي، والروح للدينامو خالد رزق اللي دايما بيوفينا بتفاصيل كتيره جدا. قول لي يا خالد اهم الاخبار عندك ليه طبعا من امام مقر اقامه منتخبات العاصمه الاداريه. تحياتي ليكي زميلتي العزيزه نيره الاحمر، ويعني دائما كلنا ايد واحده، مجهود كبير منكم بالاستوديو، مجهود اكيد بنحاول نسعى ليه هنا في فنادق المجموعات لايصال كل شيء ولتوضيح كل شيء للمشاهد عشان يستمتع اكيد بوجبه دسمه. لو اتكلمنا عن مجموعه العاصمه الاداريه اللي بتضم المجموعه الثانيه والسادسه، يمكن مجموعات صعبه وقويه جدا، ولكن هتكلم تحديدا عن المجموعه الثانيه واللي بتضم منتخبات البرازيل واسبانيا و بولندا وتونس. يمكن مجموعة صعبة، مجموعة عدد النقاط فيها متقارب جدا، مباريات اليوم هتكون فارقة كتير في ترتيب المجموعة، وأيضا هناك مباراة بالليل هتكون مباراة صعبة بين بولندا وأسبانيا،
يمكن منتخب بولندا في حديثي معهم وبعد فوزهم في اول مباراه عندهم شغف كبير لمباراه اليوم، ولكن عندهم ايضا ترقب وحذر كبير جدا، وده اللي خلى ان يكون في محاضره فيديو للاعبين لاظهار كل شيء وتوضيح تفاصيل منتخب اسبانيا والنقاط الدفاعيه المهمه جدا. اكيد منتخب اسبانيا منتخب بيعد الاقوى في هذه المجموعه، ايضا منتخب صعب بيلعب كره سريعه وعندهم كره جيده جدا. يمكن منتخب بولندا حريص جدا في مباراه اليوم ان هو يقدر ان هو يصل نتيجة إيجابية تخلي دايما في الصدارة. أيضا مباراة البرازيل وتونس، خلينا أقول لك أن منتخب البرازيل يعني وصل بالأمس أحد لاعبي منتخب البرازيل إلى فندق الإقامة، وهو اللاعب جليرمي ميجيل، ولكن بنسبة كبيرة هيكون غير متواجد في مباراة اليوم حتى تظهر نتيجة المسحة الطبية لهذا اللاعب. في حال ظهور نتيجة المسحة قبل المباراة فهيقدر أن هو يتواجد ويشارك في مباراة اليوم. أيضا تشيرا قائد فريق منتخب البرازيل يمكن بعد الفطار اليوم بالصباح كان ليه اجتماع مصغر او اتكلم مع اللاعبين بشكل ودي على اهميه تكمله المسيره في هذه البطوله بصوره جيده، خاصه بعد التعادل في المباراه الاولى امام منتخب اسبانيا. يمكن كان في حاله من الحزن لمنتخب البرازيل، ولكن هم كانوا عارفين وكان في حديثهم ليا ان اكيد منتخب اسبانيا بطل اوروبا السابق، اكيد المباراه كانت قويه جدا وصعبه جدا، ولكن تشيرا اتكلم مع اللاعبين وحاول يحفزهم ان هم يكونوا في اعلى مستوى في مباراه اليوم، خاصه ان منتخب البرازيل وصل مصر وهو عنده فقدان للمدير الفني وايضا لقائد الفريق اللي بيلعب في برشلونه نظرا لاصابتهم بفيروس كورونا وعدم تواجدهم معاهم في فندق الاقامه، وكان ده الحديث اللي دار بعد الفطار الصبح بين اللاعبين. ايضا لو اتكلمنا عن يعني منتخب البرازيل بوجه عام بيسعى لخطف المباراه اليوم، خاصه ان البرازيل هيقابل تونس، ويمكن حديثي معاهم ايضا رئيس البعثه لمنتخب البرازيل اتكلم عن تونس فريق قوي قدم مباراه جيده جدا في المباراه الاولى، عندهم كره سريعه وعندهم لياقه بدنيه عاليه، فاكيد هتكون مباراه صعبه خاصه ان تونس خسر المباراه الاولى، فهيكون عنده يعني دافع كبير ان هو ينزل مباراه اليوم بكامل قواه عشان يقدر ان هو يفوز ويحافظ على تواجده في هذه البطوله. لو اتكلمنا بقى عن الاجراءات الاحترازيه اللي بتقدم في فندق الإقامة، هنا يمكن كل شيء بيجري كما كان يعني من أول يوم في البطولة وحتى اليوم، النظام بيتبع بشكل مميز جدا، خروج اللاعبين لصلاة التدريب والرجوع منها بيكون في قبلها تعقيم كامل للاوتوبيسات اللي هتنقل اللاعبين، وايضا داخل الصالات بيكون في تعقيم لغرف خلع الملابس وللبنش اللي بيكون موجود عليه اللاعبين، وبيكون في تعقيم كامل قبل وبعد المران للاعبين للحفاظ على كل المنتخبات اللي بتشارك في هذه البطوله. ايضا فندق الاقامه عمل لفته طيبه جدا ولسه هتكون بعد قليل يمكن منتخب البرتغال هيكون عنده بعد قليل فوتو سيشن هيتعمل هنا في فندق الاقامه، فندق الاقامه فكر في ان هو يجيب هدايا يقدمها للاعبين ومكتوب عليها اسم مصر كنوع من هدية تذكارية للاعبين اللي هيكونوا سعداء جدا بوجود معهم شيء لمصر. يعني زميلتي العزيزة نيرة الأحمر دي كانت أجواءنا من العاصمة الإدارية، والآن نعود إليك مرة أخرى، اتفضلي. بشكرك يا خالد على كل التفاصيل الهائلة دي وعلى إبرازك للحاجات الإيجابية اللي عندك في الفندق، بشكرك جدا يا خالد على التفاصيل المحترمة دي، ونروح بقى للمتألق دائما وأبدا حسن غنيمة يوافينا بأهم التفاصيل من مقر إقامة منتخبات برج العرب، إليك الكلمة يا حسن. صالة برج العرب، تحياتي إليك زميلتي العزيزة نيرة الأحمر، تحياتي لكل مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان. بالتأكيد النهاردة احنا في برج العرب على أعتاب ماتشين مهمين جدا النهاردة، وماتشين مشتعلين بشكل كبير جدا. المباراة الأولى هتكون ما بين قطر واليابان، والمباراة الثانية اللي هتكون في السابعة مساء ما بين أنجولا وكرواتيا. لكن نيرة في البداية خليني أقول لك كل الأجواء الموجودة داخل فندق الإقامة اللي بيضم المجموعتين الثالثة والثامنة، الثمان فرق موجودين. في البداية نبدأ بحالة الحزن الكبيرة جدا اللي اصابت بعثه المنتخب السلوفيني بعد المفاجاه الكبرى اللي حصلت امبارح والخساره امام المنتخب الروسي. بالتالي دي كان سلوفينيا من القوى العظمى الموجوده في لعبه كره اليد على مستوى العالم، ودي بالتاكيد نتيجه غير متوقعه خالص لكل خبراء كره اليد. على الجانب الاخر بقى كان هناك حاله من النشوه كده والسعاده لبعثه المنتخب الروسي بعد تحقيق هذه المفاجاه الكبرى بالفوز على المنتخب السلوفيني، ويمكن قعدوا كده يعني يرقصوا بعض الرقصات الروسيه داخل
الفندق اللي حازت على اعجاب كل الناس اللي موجوده في الفندق. كمان منتخب بيلاروسيا كان في حاله تركيز شديد جدا داخل المعسكر، وحتى المدير الفني للمنتخب البيلاروسي كان عامل جلسه مع اللاعبين وطالبهم ان هم يوصلوا للمربع الذهبي كنوع من الطموح الجديد للمنتخب البيلاروسي. وعلى فكره هو واحد من المنتخبات المركزه تركيز شديد جدا، يعني طول اليوم منظمين جدا من اول اليوم لحد اخره، بدايه من وجبه الافطار، بعد كده بيدخلوا الجيم، بعد كده بيتمرنوا داخل الفندق او داخل الصاله المغطاه ببرج العرب. هم منظمين جدا، وده حتى باين وعامل ريفليكشن كبير جدا على نتائجهم خلال البطوله. كمان المنتخب الياباني اللي هيلعب بعد قليل ايضا حقق مفاجاه كبيره جدا بالتعادل مع المنتخب الكرواتي في المباراه الاولى، عشان كده المنتخب الياباني كان اول منتخب وصل الى مصر من كل المنتخبات المشاركه في بطوله العالم مصر 2021، وهم برضو مركزين بشكل كبير جدا. بالتاكيد هنشوف مباراه مشتعله ومباراه ناريه ما بين قطر واليابان بعد قليل. قطر كمان اللي عندها نشوه كبيره جدا بعد الفوز الاول على المنتخب الكوري. كمان كان ليا حديث مع المدير الفني للمنتخب الكوري داخل فندق الاقامه، ويمكن سالته على تراجع نتائج المنتخب الكوري منذ بدايه البطوله. اتكلم معايا وقال لي ان هناك فارق كبير جدا في الاجسام وفي البنيه الجسمانيه ما بين لاعبي المنتخب الكوري وما بين باقي المنتخبات. يعني احنا حتى من خلال مشاهدتنا للمباريات من صاله برج العرب هناك فعلا فارق كبير جدا، يعني لاعب من سلوفانيا لما بيدي كتف كده اللاعب من كوريا بيبقى فارق جسماني وعضلي كبير جدا ما بين المنتخبين. عشان كده كوريا لما اتهزمت من اول البطوله بتتهزم بفرق كبير جدا من النقاط. بالنسبه للاجراءات الاحترازيه الموجوده سواء داخل صاله برج العرب او في فندق الاقامه، كل شيء ماشي على ما يرام. الطبيعي جدا كل يوم كلنا بلا استثناء لاعبين اجهزه فنيه عاملين في الفندق، عاملين في صاله برج العرب مسحه لفيروس كورونا عن طريق الفم وعن طريق الانف يوميا لكل الناس اللي بتشارك في البطوله او اللي موجودين داخل نظام البابلز. ممنوع اي حد يخرج بره فندق الاقامه او اي حد يقابل اي شخص قريب ليه حتى انتهاء البطوله، عشان نحافظ على كل الناس اللي موجودين داخل البطوله. والحقيقه يعني كل العالم وكل الفرق وحتى اللجنه في الاتحاد الدولي لكرة اليد الحقيقة إشادة بالجانب المصري في تطبيق الإجراءات الاحترازية. معظم الفرق بتفضل التدريبات في الفندق نظرا لان المسافه حوالي 35 دقيقه من فندق الاقامه لصاله برج العرب. يمكن النيره دي كانت معظم الاجواء والكواليس الموجوده هنا في مجموعتين الثالثه والثامنه لبرج العرب. بالتاكيد العوده اليكي زميلتي العزيزه نيره الاحمر، تفضلي. بشكرك يا حسن، بجد تفاصيل مهمة جدا جدا بشكرك عليها، واتكلمت في نقطتين مهمين جدا. مباراة سلوفينيا وروسيا زي ما أنا قلت دي فعلا كانت مفاجأة كبيرة، والنهاردة مباراة قطر واليابان فعلا هتكون مباراة صعبة جدا. واتفرجوا بالتأكيد على الاستوديو التحليلي مع زميلتي مرهان عمرو علشان تتابعوا المباراة وآراء الكباتن. طبعا بشكر زمايلي المتألقين دائما وأبدا وعلى مجهودهم الجبار أيمن مصطفى وخالد رزق وحسن غنيمة، بجد بشكركم على مجهودكم المحترم جدا. هروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، استنونا. لسه مكملين مع حضراتكم، ودلوقتي معانا مداخله مهمه جدا مع دكتور احمد اشرف عيسى عضو اللجنه الطبيه العليا بالاتحاد الدولي لكره اليد والمشرف العام على بطوله العالم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور استاذ جنير، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، يمكن اللجنه الطبيه بتستخدم طبعا تقنيه تعرف تتابع بيها النتائج والتحاليل الخاصه باللاعبين لمتابعتهم من خارج الفندق، يعني لو حضرتك تكلمنا اكتر عن التقنيه دي. في البدايه طبعا حضرتك البطوله الحاليه طبعا دي اول بطوله على مستوى العالم في جائحه زي جائحه كورونا، واستخدمت تقنيه اسمها الفول بابل او الفول ايزوليتد بابل اللي هي فقاعه العزل الكامله. ان احنا بيتم حجر كل اللاعبين والستيك هولدرز وكل كل الناس اللي موجوده مع الفرق بما فيهم كمان الاعلاميين، بما عمال الفنادق وكل الناس الموجوده بتبقى محجوره طول فتره البطوله، ويتم عمل تحاليل البي سي ار كل 24 ساعه 48 ساعه. نفس الكلام ده بيبقى موجود في الملاعب، بتقسمه لما يسمى بالكالر زون. الكالر زون دي حضرتك بتبقى مناطق ملونه، منطقه الريد زون ديت المنطقه المعزوله اللي هي زي الريد
زي الفول بابل اللي موجوده في الاوتيلات، وبيتم وصلهم عن طريق ممرات امنه عن طريق الباصات اللي هي بتبقى معقمه تماما. عظيم مش كده وبس، مش كده وبس، كمان اللجنه الطبيه اتعمل ابلكيشن بيتم ربط الناس اللي جوه البابل اللي خارج البابل، بحيث كل ما يتم داخل الفنادق من الناحيه الطبيه بتبقى مسجله بالتحاليل بالكلام ده كله، بحيث ان احنا يبقى في تواصل مباشر، مش بنكتفي بس بالاتصالات عن طريق الواتساب او بيتم تسجيله، لا ده كمان استخدمنا فيها التكنولوجيا عن طريق موبايل ابلكيشنز، وحقيقه حاجه معموله بشكل احترافي، والدوله المصريه يعني بصراحه تدعم البطوله بكل امكانياتها، ويعني ان شاء الله البطوله تخرج بنجاح وتخلص على خير بمشيئه الله ان شاء الله. الو الو، هاي يا دكتور معايا؟ أيوة فندم. طيب تمام، انا بس يا دكتور يمكن احنا شفنا ان كاب فيردي ما يعني يعتبر انسحاب النهارده قدام المانيا، لو حضرتك بس تشرح التفصيله دي. ويعني يمكن التفاصيل اللي هي الفنيه دي اكتر هتبقى من خلال المتحدث الرسمي للاتحاد الدولي والمتحدث الرسمي لوزاره الصحه، ولكن زي ما هو تم اعلانه طبعا ان قانون الاتحاد الدولي لازم يبقى فيه عدد معين من اللاعبين بما فيهم حارس المرمى، وطبعا اللي كان عدد بحيث ان لو في اي حد عنده اصابه بيتم خروجه من جوه البابل وبيتم متابعته من خلال الطب الوقائي بوزاره الصحه ومتابعه الاجراءات الطبيه اللي تم اعتمادها من اللجنه الطبيه. طبعا دكتور احمد اشرف عيسى عضو اللجنه الطبيه بالاتحاد الدولي لكره اليد والمشرف العام على بطوله العالم، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى المجهود المحترم اللي بتقوموا بيه حقيقي، يعني انتوا دايما يعني بتبهرونا بمجهودكم العظيم، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. طيب لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لبعض الاخبار كده، وهنبدأ من عند الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، واللي قال إن وزارة الصحة وضعت لوحات توعوية في أماكن إقامة الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، وطبعا اللي حضراتكم عارفين اللي مقامة في مصر من الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري. أشار كمان في بيان النهاردة أن اللوحات دي اشتملت على بعض النصائح والصور التوعوية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد. اللوحات دي اتنشرت أو اتحطت في كل الأماكن بست لغات مختلفة، الإنجليزية والروسية والألمانية واليابانية والفرنسية والإسبانية، وده إضافة للغة العربية علشان كل الناس اللي موجودة بكل اللغات تشوف اللوحات دي التوعوية والنصايح. طبعا كمان قال ان اللوحات دي التوعوية طبعا والنصايح بتؤكد على ضرورة الالتزام بمسافات التباعد، بروتوكولات العطس، غسل الأيدي بالماء والصابون وتطهيرها بمطهر كحولي، إضافة للتحذير من المصافحة والمعانقة أو تناول أدوية دون استشارة طبية. كمان ذكر مجاهد ان الفرق التابعة لوزارة الصحة بتقوم بتوزيع اللوحات التوعوية باماكن اقامة الفرق وكل الوفود المشاركة، بالاضافة كمان للجم اماكن التدريب وكل الاماكن المحيطة بالصالات اللي بتقام عليها المباريات. طبعا دور محترم جدا جدا جدا، بنشكر عليه كل القائمين على اللجنة المنظمة واللجنة الطبية، كل الناس اللي بجد بتبذل مجهود محترم وجبار علشان تخرج البطولة دي بأحسن صورة ممكنة في ظل الظروف الاستثنائية اللي احنا بنعيشها، ولكن دايما مصر عندها كوادر محترمة ومعودانا ان ده الطبيعي. هنروح لفاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضرتك. لسه مكملين مع حضراتكم وهنروح دلوقتي للقاءات مع بعض نجوم المنتخبات بعد الجولة الأولى الجولة الثانية. طيب عندنا اللقاء اللي معانا دلوقتي مع نور الدين بوحداوي لاعب منتخب المغرب
بعد للأسف الهزيمة اللي تلقاها منتخب المغرب أمس أمام منتخب البرتغال بنتيجة 33-20. خلينا نشوف نور الدين بوحديوي هيقول إيه ونرجع نكمل. المغرب في المباراة الأولى أمام الجزائر كان أداء رتم عالي جدا وقدرتوا توصلوا لغاية نهاية المباراة وأنتوا فايزين، ولكن يعني دموع كانت انهمرت من حضرتك بعد انتهاء المباراة. المباراة اليوم دخلنا بتركيز كبير، درسنا في منتخب البرتغال، كنا لعب جماعي، لعب منظم، دفاع منظم، خلقنا فرص لدرجة أن البرتغال راح دائما يهاجمنا بسبع لعيبة لأن ما لقى الحلول بستة، ولكن مشكلة اللعيبة في لاعبين شباب، في لاعبين يحتفظوا كثير بالكور، فصار كل أخطاء من التمريرات حق الدائرة، تمريرات خاطئة، شوت خاطئ، شيء اللي أعطاه أن البرتغال راحوا دائما كله فاست بريكات، ففاست بريكات بيهم قتلنا وبيهم دبح، لأن حتى النتيجة من المباراة ما تعكس الوضعية من المباراة، فكنا رايحين في المباراة أوكي، البرتغال أقوى منا، ولكن المشكل ما كنا نستاهل نخسر بهذا الفارق. كابتن يعني يمكن في الشوط الثاني، يعني حتى الشوط الاول كان اداء المغرب كويس جدا ولكن انتهت المباراه بالتعادل الشوط الاول، الشوط الثاني اللاعبين بداوا يفقدوا الثقه شويه، بداوا مشكل اللاعبين ان في الشوط الثاني صار الكل يمسك الكوره كثير، ما راح لعب جماعي، ما راح اللاعب المغربي يلعب حق الاخر، فالكل راح يشوت في مناطق مو جيده او مو صالحه للتسديد، الشيء اللي اعطى ان في احيانا شتنا على ايدي اللاعبين البرتغال وصارت كلها فاست ريبيكات، فاحنا الربح اللي عندنا ان ثلاث لاعبين من في تيان اقل 17 سنه ونص وثلاث لاعبين من فئه الشبان، فاحنا اهم شيء اننا نكون ونهيئ فريق حق المستقبل ان شاء الله. شايف حظك ازاي؟ خلاص يمكن حظ المغرب بقت ضعيفه جدا في الحظوظ، لما جينا لبطوله العالم كان املنا هو على مباراة الجزائر، لأن مباراة البرتغال ولا إيسلندا الكل يعرف القوة ديالها، فاحنا الآن فريق المغربي مو جاهز الآن في هذا الوقت باش يكسب، لازم نكونوا صراحة، المباراة اللي كنا واللي اندبحنا فيها هي مباراة الجزائر، لأن مباراة الجزائر ما كنا نستاهل، لأن كنا احنا الأفضل واحنا اللي كنا متمسكين في المباراة، بس ما شاء الله قدر الله وما شاء فعل. اخيرا حضرتك اجتمعت مع اللاعبين في الملعب بعد المباراه، وقفت اتكلمت معاهم، ايه اللي قلت لهم بعد المباراه؟ فكلمت اللاعبين لازم يقعدوا رافعين راسهم، احنا ما جيناش لبطوله العالم علشان نكسب البرتغال او نكسب الفرق القويه الكبيره من اوروبا، جينا باش هذه المباريات نقدموا اداء جيد ونقدموا اداء يرضي، كنظن اننا قدمنا صوت رائع وهائل، وهذا شيء مكسب بالنسبه لنا حق المستقبل ان شاء الله. رايك في تنظيم البطوله واستضافه مصر الحدث؟ اظن انا حضرت بطوله 99 وحضرت كثير بطولات العالم، بطوله ما شاء الله على بشكر طبعا زميلي خالد رزق على اللقاء المهم ده، واضح طبعا قد ايه حزن طبعا كابتن نور الدين بوحديوي على الهزيمه امام البرتغال ومن قبليها الهزيمه امام الجزائر، هو واحد من نجوم المغرب السابقين ولاعب المنتخب المغربي طبعا السابق والمدير الفني الحالي، فطبعا واضح تماما الحزن عليه، كل فريق بيبقى رايح عامل حسابه ان انا في فرقه انا جاي اكسب كل الفرق وبحاول ومفيش حاجه اسمها مستحيل، ولكن هو كان جاي أمله في البداية على مباراة الجزائر، ولكن المجموعة اللي فيها الجزائر والمغرب مجموعة صعبة، فيها كمان أيسلندا، فيها البرتغال وهم أحد المرشحين للدخول المربع الذهبي، فالمجموعة مش سهلة بالتأكيد. بشكر زميلي خالد رزق على اللقاء المهم والمحترم ده. طيب خلينا نروح دلوقتي للقاء أيضا مهم جدا مع دانيال باترسون لاعب منتخب السويد، وده بعد فوزهم على تشيلي بالأمس بنتيجة 41-26. خلينا نشوف اللقاء ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اهلا بك على قناه اون تايم سبورتس واهلا بك في مصر، فوز كبير امام فريق تشيلي واهلكم للجوله المقبله، حدثني عن انطباعاتك عن المباراه. نحن بدانا ببطء بعض الشيء ولم نمرر بشكل جيد على الخطوط، وتحدثنا عن هذا بين الشوطين، ثم طورنا من الاداء في الشوط الثاني واستطعنا التقدم في النتيجة وكان هذا فوز جميل. لماذا دخلتم المباراة ببطء كما قلت وفي الشوط الثاني تحسنتم؟ لماذا؟ لم نجد
التنسيق الكافي فيما بيننا وضيعنا أهداف سهلة من على الأجناب ولم نجري بالقدر الكافي في الهجمات المرتدة، أما في الشوط الثاني نفذناها بشكل أفضل. كيف ترى المباراة المقبلة أمام المصريين؟ أنا أتطلع إلى هذه المباراة، ومصر أيضا فازت بمباراتين، وأعتقد أنها ستكون مباراة صعبة ونحن نتطلع إليها. فقرة أخيرة وثابتة معنا في هاندبول نيوز، وهي فقرة لأسطورة من أساطير كرة اليد العالمية، واللي هنستعرض فيها أفضل إنجازاته وأرقامه بالتأكيد. النهاردة هيكون نجمنا الأسطورة إيفانو باليتش لاعب منتخب كرواتيا، يعني حاجة اللي ما شافش باليتش ما شافش الهافات، من أحسن الهافات على مستوى العالم وعلى تاريخ كرة اليد بشكل عام. طبعا بطل العالم، إنجازاته كان بطل العالم مع كرواتيا 2003، كمان حقق فضيتين بطولة العالم 2005 و2009، أفضل لاعب في العالم مرتين 2003 و2006، أفضل لاعب في بطولتي العالم لكرة اليد 2005 2007. أنا حقيقي من الناس اللي بشوف أني محظوظة أن اتفرجت على إيفانو باليتش، لأنه واحد بجد زي ما بقول لحضراتكم من الهافات اللي مش ممكن تتكرر. وبالمناسبة هو مواليد 79، يعني تقريبا عنده 41 سنة دلوقتي. ودي كانت أسطورتنا النهاردة. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وفينا حضراتكم بأبرز الأخبار في اليوم الثالث من بطولة العالم لكرة اليد. نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من هاندبول نيوز، ولكن استنوا بعد قليل زميلتي مرهان عمرو والاستوديو التحليلي للمباراة العصيبة والمهمة جدا ما بين منتخبي قطر واليابان، وأشوف حضراتكم على خير إن شاء الله.